قمة المناخ بباريس تعتبر القمة الأضخم من نوعها، والتي شاركت فيها أكثر من 190 دولة و150 ملكا ورئيسا. تعالت فيها الأصوات بضرورة بناء مستقبل بيئي أفضل للكرة الأرضية. وقد دعا زعماء الدول الكبرى على رأسهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي تعد بلاده ثاني ملوث في العالم بعد الصين، دعا نظراءه إلى أن يكونوا على مستوى التحدي. ما يمنحنا الأمل هو أن هذه نقطة تحول ستجعلنا نقرر مستقبل كوكبنا، وهذا يعني أن المجتمع الدولي واع لخطورة هذا التحدي، ووعينا هذا سيجعلنا نتخذ القرارات الصائبة ونبقى متحدين ومتضامنين لننتصر على الإرهاب ولنحمي شعوبنا ونحافظ على القيم الإيجابية التي تجعلنا أحرارا. ونحن نحيي شعب باريس الذي تمسك باستقبال هذا المؤتمر رغم الأحداث الأخيرة، فهذا يعكس أنه لن يكون هناك مكان للإرهابيين في مستقبل أولادنا. هذه القمة الضخمة ورغم أن هدفها الأساسي مباحثات حول التغير المناخي، إلا أن الجانب السياسي قد فرض نفسه عليها، ويتجلى هذا في بعض اللقاءات السياسية التي انعقدت في الكواليس، أبرزها لقاء باراك أوباما بنظيره الروسي ولقاء الرئيس فرانسوا هولاند مع نظيره الأمريكي، الذي كانت الأزمة في سوريا والعراق والتصدي لداعش أهم النقاط فيه. تنعقد هذه الأيام في باريس قمة المناخ، وهي قمة عالمية دولية يحضرها أكثر من 150 رئيس دولة، فهي قمة عالمية بامتياز، لكن المسائل السياسية تغط كذلك على الكواليس، وهي مسائل متعلقة أساسا بصدى الأحداث المتعاقبة في المنطقة العربية وفي المشرق العربي أساسا. لكن اتفق تقريبا قادة العالم على ضرورة الوعي والتحسيس بخطورة وحساسية المسألة المناخية، وبضرورة مراقبة ظاهرة الاحتباس الحراري والانبعاث الحراري كذلك، وتفعيل الاتفاقية السابقة التي حدثت في قمة كيوتو باليابان وفي قمة الدوحة بقطر. هذا ويذكر أن وفود قرابة 195 دولة بدأت اليوم دراسة مشروع التصدي للاحتباس الحراري، وينتظر الإعلان عن القرارة النهائية في الأيام القليلة القادمة. قمة المناخ بفرنسا ورغم هدفها البيئي، إلا أنها كانت فرصة لقادة السياسة لإجراء مباحثات ثانوية حول أزمات سياسية كبرى أصبحت اليوم تؤرق المجتمع الدولي. لقناة الإخبارية هدى فتوان، باريس.